إذا للحديث عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في العراق في ظل سياسات اقتصادية ونفقات وزارية غير مبررة على حساب المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي. أستاذ رشيد، مرحبا بكم. يعني بحسب دراسة اقتصادية فإن رواتب وزارتين ومجلس الوزراء تتجاوز نصف مصروفات الحكومة، لكن السؤال المطروح هنا أستاذ رشيد، إلى أي مدى ترى أن البذخ الحكومي في بعض الوزارات أثر على خطط التنمية المفترضة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن العراقي؟ شكرا لكم كريم على هذا اللقاء. أهلا أستاذ رشيد، تفضل. هو فعلا حقيقة كانت موازنة الداخلية والدفاع والأجهزة الأخرى موازنة مرتفعة جدا متميزة عن باقي الوزارات الخدمية الصحة والزراعة وما شاكل ذلك. يعني إضافة إلى هذا، المصروفات والنفقات المرتفعة لأساس الثروات وموظفيها ومنتفديها وأعضاء الجمعية العمومية وما بعدها ومجلس النواب والتقاعد والامتيازات والحمايات، حقيقة أرهقت أهل الموازنة إرهاق كبير جدا. ولطالما نادينا بضرورة يعني العودة عن هذه المصروفات والنفقات غير الضرورية والمبالغ بها، يعني وبالتالي يجب تقليل هذه النفقات وتقليل الفوارق ما بين طبقات المجتمع، لأنه حاليا أصبحت طبقة غنية وطبقة فقيرة، الفوارق الطبقية ارتفعت وانمحت الطبقة الوسطى. كثيرا ما ناقشنا بالموازنة هذا الموضوع، ولكن يعني الوضع طيب على ما هو عليه. أستاذ رشيد، هل أثر انخفاض مستوى الناتج المحلي والناتج الوطني خاصة في عام 2021، هل أثر على الأداء الاقتصادي للعراق؟ الحقيقة يعني تأثير كبير جدا، لأنه نعم. احنا يعني كانت معامل تشتغل يعني بالثمانينات والتسعينات، وبعدين صارت الأحداث وضربت بوش وما بعد ضربت بوش، بدأ الاقتصاد العراقي ينهار سنة بعد سنة، وبدت الصناعات أيضا تندثر وتتوقف أغلب المصانع، يعني في حدود 80 إلى 90% المصانع متوقفة حاليا. وما عندنا احنا الآن ناتج وطني أو ناتج قومي بالمفهوم الاقتصادي غير النفط. والمعيار الأول عندنا النفط، واحنا دولة ريعية. والدولة حاليا هي حقيقة تسعى عبر وزارة الزراعة ووزارة الصناعة أيضا بتفريز المصانع والمعامل والمزارع، لكن من صعوبة جدا، وخصوصا المصانع زادت بعد رفع سعر صرف الدولار، لانه احنا ما نقدر ننافس المنتج الاجنبي لكون ما عندنا قيمه مضافه للمنتج المحلي. نعم. لما تكون عندنا قيمه مضافه للمنتج المحلي بما معناه نعم. استاذ رشيد، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط، الى اي مدى يمكن ان يتعافى الاقتصاد العراقي؟ يعني بمعنى اخر، هل لدى الحكومه خطط كفيله بالخروج من أزماتها المالية بمساعدة طبعا أسعار النفط؟ بالتأكيد يعني الحكومة طموحة في الخروج من هذا المأزق الاقتصادي الخانق الآن. احنا لولا زيادة أسعار النفط لكان احنا في مأزق حاليا، وشفتوا يعني والمواطن لاحظ انه الاقتراض الخارجي كان اقتراض كبير جدا، مثل ما طرح السيد مستشار السيد رئيس الوزراء المصري في وقتها انه بين الان انخفض الى 20 مليار دولار، وهذه حقيقه نتيجه زياده اسعار النفط. والمتوقع الان حاليا السنه القادمه ان ما يقل من موازنه بالقروض الا في حاله التضررات. طيب استاذ رشيد، لو تطرقنا الى تصريح لوزاره الصناعه في العراق حيث اكدت ان 80% من مصانع البلاد اما عاطله او خاسره، إذا ما تمت المقارنة بين مخصصات الوزارة بمخصصات وزارتي الدفاع والأمن، إلى أي مدى يمكن قراءة فكر من يضع الخطة في موازنة العراق؟ الموازنة حقيقة يعني خصصت فكرة موازنة تشغيلية لوزارة الصناعة، ما هي الرواتب، وماكو موازنة استثمارية، الموازنة الاستثمارية فقيرة مشاريع عودة للموازنة، وصعوبة جدا يعني الموضوع في حال الموازنة 2022 صح هذا الجانب. وحقيقة احنا كاقتصاديين ساهمنا كثيرا في الاجتماعات الخاصة بالموازنة ومناقشتها ومناقشة الورقة البيضاء، طالبنا بزيادة حصة الوزارات ذات الانتاجية كوزارة الزراعة والصناعة
وكذلك الوزارات الخدمية كوزارة الصحة يعني أيضا تحتاج إلى مطالب كبيرة جدا لزيادة كفاءتها ونشاطها وتأديتها للمواطن في مجال الصحة. المحاضرون المجانيون اليوم كما تعرفون أستاذ رشيد تظاهروا في عدد من المحافظات، لكن إلى أي مدى ينبئ بأزمة جديدة تنتظرها الحكومة مع انعدام عدالة توزيع المخصصات في العراق؟ يعني ومما لا شك أنه إحنا قعدنا يعني سوء إدارة الموارد المالية حيث أكو نقاط كبيرة جدا مثل ما أسلفنا السادة النواب والوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات رواتب عالية جدا مخصصات وامتيازات وحمايات وسيارات وهذه كلها حقيقة تمثل ثقل على كاهل الخزينة. الآن بالنسبة للخريجين مو هذول الحقيقية بس هاي المشكلة، المشكلة احنا سنويا الجامعات والكليات والإعداديات ترصد المجتمع العراقي لعدد كبير من الخريجين، وهذا حقيقة يتطلب أيضا صرف يعني رواتب تعيينهم وإيجاد مجال عمل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، وللأسف يعني ما حتتوفر حيزات عدد العاطلين. نأمل إن شاء الله يعني نتوقع نعمل على هذا يعني كثيرا مع سادة المسؤولين بوضع حل لهذا الجانب، يعني بتفعيل القطاع الخاص وإعطاء دور كبير من المنظمات المهنية الخاصة بالقطاع الخاص لأخذ دورها في تفعيل العمل التجاري ضمن القطاع الخاص الإنتاجي والتجاري والصناعي يعني والزراعي والخدمي وحتى الطبي والسياحة والفندقة وما شاكل ذلك. الخبير تدر بالأموال من بغداد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، شكرا جزيلا لكم.